كندا انضمت لنا مشاهدينا باستديو عالم الصباح، محطتنا التاليه مع كندا في ارض واد. صباح الخير. صباح الخير غادة. خاي هيك الوان كنا عم نحكي عنها قبل شوي مع لما انه الصيفيه كلها اصفر واحمر والوان قويه، فانت عم بتثبتي لنا هذا الشيء هلا هيك وانت كمان هو الالوان. ايه انت نفسي ولو انه اليوم ما عم تشتي بس ايه خلص. لا خلص بس ايه اخر شتوات يمكن هدول. على كل حال احنا بدنا نحكي عن حلقه مهضومه كثير اليوم، لها علاقه بكيف ممكن ناخذ جلد من النباتات. في بنسميه الجلد النباتي أو كيف نقدر أنه نصنع نوع من المواد يلي بنسميها الجلد النباتي من بعض أنواع النباتات. هلأ كتير صار في حكي بين أنه هل بحق لنا نسميه جلد ولا لا، بنكون عم ننقص من قيمته اذا سميناه جلد، لانه جلد هو بتعريفه هو الجلد يلي بيسلخ من الحيوان وبيستعمل لاغراض اخرى. وقبل ما احكي عن شو هي هالانواع من النباتات وكيف بنقدر انه ينتج منها مواد فعلا حلوه كثير ومواد بسموها لي برودوي نوبل، يعني هل المواد اللي هالقد حلوه ومعموله من مواد طبيعيه 100% بدون ما تاذي الطبيعه، بدون ما يكون عندها اثر سلبي على البيئه. بدي اعطي بعض الارقام غاده قبل ما نبلش، لانه نعرف انه دباغه الجلد هي من اكثر انواع الصناعات سبب تسببا للتلوث بالعالم. بالهند وحده، لانه هنيك اللي في اكبر مصانع للدباغة بالعالم، بالهند بمنطقة أوتا براديش بينكب سنويا 10,000 طن من الكروم، هالمادة السامة والمأزية كتير، بنهر الجانج يلي هو الجانج يلي هو أكبر نهر بالهند. فعم تتخيلي قديش الأثر السلبي من وراء هالصناعة هيدي، إذا ما بدنا نحكي عن هو الفعل يلي هو تربية الحيوانات أساسا ومن ثم سلخها بهدف استخدام جلودها لأغراض مش حياتية، يعني مش لحتى تقدر تستمر بالعيش، وإنما لا صارت كماليات ورفاهيات. مشان هيك من هون اجت فكرة كتير من الأشخاص المصممين أو حتى الأشخاص يلي بيهتموا بالبيئة أنه يلاقوا بديل عن الجلد لصناعة جزادين أو حتى تياب أو مفروشات من مواد تانية منا جلد ولكن شبيهة كتير بالجلد وعندها نفس ال وقتها تنشغل تقدر واحد اوكي تكون ماكينه يعني مزبوط. رح نبلش باحدث ابتكار وهو الجلد المصنوع من العنب. اوف من العنب قدروا انه يصنعوا الجلد، وهي شركه ايطاليه اسمها فيجيا. فيجيا هي قدرت انه الفكره اجت من وراء انه الكروم بايطاليا كثير كبار، وايطاليا هي اكبر من ثاني اكبر منتجي النبيد بالعالم بعد فرنسا اكيد. فاجت الفكره انه من بذور العنب البذور ومن ثم الجلد تبع حبه العنب بعد ما ينعصروا بضل فيها البقايا هيدي، هالبقايا إذا اتخذت وانشغلت انصبت لحتى تعطي جسم واحد، عم تقدر أنه تعطينا بتشوفي جلد كتير حلو أو نوع من المادة الكتير حلوة يلي كتير مشغولة بدقة، وبتعرف قديش التليين عندهم أصلاً هالموهبة بالتصميم بتصميم الأشياء وبالألوان الحلوة وحتى باللوجو يلي عايتينه لهالمادة هيدي. أكثرية المواد أو المنتوجات يلي معمولة منها الجلد هي بلون الجلد الطبيعي، بلون الجلد العنب الطبيعي يلي هو لون البرغندي، لون المبيدي نحن بنسميه، لأنه بدون مواد اصطناعية داخلة له كمان. وهالجلد هو جلد صلب أول شيء، يعني مش إنه نخاف إنه يتفسخ، غير نافذ، منه امبرميابل، ما بيفوت المي له، وبنقدر إنه نستخدمه بالألبسة، بالمفروشات، حتى لفرش فرش السيارات. تاني جلد بدي احكي عنه هو شوي اقدم، قبل منا انشغل عن شيء بنسميه ماسكن. ما
ماسكن هو سكن يعني جلد. اوكي. الام يو او الماء اول الكلمه هي جايه من المشروم. وهو جلد جاي مستخرج من الفطر، الفطر يلي نوع معين من الفطر اسمه فالينوس اليبسويدس. هالنوع من الفطر بيكبر كتير بسرعه، والراس الشابو تبعول الفطر كتير كبيره لدرجه ان بتقدري تاخديها تنشغل وتعطينا كمان هالمنتوجات هيدي يلي شايفينها. الفطر بينمى بغابات استوائيه و يعني قريبه لل الاستوائية، وهالجلد بيشبه شوي الدان يعني الجلد المخمل. أيه. المخمل ولكنه شوي انعم منه، طري اكثر، صلب يعني كمان بيتحمل بس طري كثير الملمس تبعوله. والشركه وراء هالاختراع هيدا هي كمان طليانيه واسمها جرادو زيرو اسباس، ما بعرف كيف يلبسوها بالطلياني بس هيدي هي الفكره. من كمان الاشياء الايجابيه بهالجلد انه بيضل عم بيتنفس بنفس الوقت، بما انه هو معمول من الفطريات، فاذا هو ما بيجيب بكتيريا، ما بيجي عليه بكتيريا وفطريات تانية اذا تخبى لوقت طويل. هون عم نشوف كمان نوع ثالث من الجلد يلي هو يلي هو يمكن عم نحكي عن المسكن كمان، ما عندنا عم نحكي عن انواع الجلد يلي لا، هون عم نشوف الجلد يلي معمول من الالج، من نوع من الطحالب. أوكي. كمان يلي هي كمان ممكن انه تستخدم طحالب البحريه يلي ممكن انه تستخدم لحتى تعمل جلد. هلا بنشوف بعد شوي كمان بعض الصور يلي كثير حلوه. هلا اهم شيء بكل هذا الموضوع انه نحن عم نستعمل اشياء طبيعيه بس ما يكون عم ينضف لاي مواد لحتى يعني ما نكون عم نعمل منيح نصير. مزبوط. شوفي اذا الجلد يلي عم يستخدم مثلا الشامبينيون بس طريقة التصنيع هي اللي عم بتكون وما فيها مواد. أوكي. اصطناعية كمان. والاهم مثلا مثل بجلد العنب انه عم بتعيدي تدوير بعد ما تكون استخدمتيها بصناعة معينة. أوكي. هالبقايا هيدي عم ترجعي تعيدي تدويرها بانك تحوليها لجلد، وهالجلد هيدا هو بايوديجريدبل يعني يرجع يعاد تدويره بالطبيعه. عزيز. اذا كان انكب، مش عم نستعمل مواد كمان اصطناعيه. عزيز. فهيدا البلس تبعوله لهالاختراعات هيدي. ثالث نوع من الجلد رح نحكي عنه هو الشيء اللي بنسميه بيناتكس. بينا يعني هو الاناناس، من اوراق الاناناس. كمان عم نشوف منتوجات حلوه كثير، وقتها بتشوفيها ما بتقولي انه هيدا معمول من جلد نباتي او من اوراق الاناناس، تحديدا من الالياف يلي بتطلع من ورق نبته الاناناس. هيدا اختراع هالمره مش طلياني ولكن اسباني، وهي مصممه اسبانيه اسمها كارمن إيجوزا، وهي مصممة ملابس وأكسسوار من الجلود. كانت عم تشتغل بالفلبين كمستشارة لصناعة الجلود وتسويقها بالفلبين، وهنيك في صناعات للجلد. بتلاحظ هنيك انه الجلد يلي عم بينتجوه هو منه هالجودة، زيت الجودة العالية، وبتشوف انه عم بيكون في عنده أثر كتير سلبي ان كان على البيئه حواليها وان كان على الناس يلي عم يشتغلوا بهيدا المجال. شغله ثانيه حلوه هي خلتها تكتشف الجلد البيناتكس او جلد الاناناس، هو انه العمال يلي عم يشتغلوا بصناعه الجلد كانوا يلبسوا هن شيء مثل مريول، هن عاملينه محليا من الفايبرز او الالياف تبع الاناناس، فمنه استوحيت واشتغلت على الموضوع لمده سنوات طويله، 7 سنين تحديدا، لحتى من هالالياف هيدي تحصل على كمان ماده شبيهه بالجلد، وكمان عندها كثير هيك اشياء حلوه، عندها كثير مواصفات حلوه، وقدرت انها تعمل الماركه تبعولها البراند تبعولها من جلد الاناناس وسمتها بيناتكس يلي صارت معروفه. شو الوصل لعنا على لبنان من كل هول
هلا جلد الاناناس وتحديدا البيناتكس، ما بعرف اذا في بلبنان، بس على مواقع التواصل خاصه يلي بتعنى بالاشياء البيئيه والجرين بسموها حتى هالانواع من الجلود الكوير فيجان، يعني الفيجن لاذر يلي هو نباتي ويلي بيتبع كمان نمط حياه معينه. اذا كان حدا بفوت على هالمواقع هيدي بيقدر انه يشوف حتى جلود الفطريات او الفطر كمان موجوده هالمنتوجات هيدي على بعد الاونلاين على مواقع الالكترونيه، انما جلد العنب بعده عم بيتسوق لانه بعده جديد واطلق بشباط 2018 مش ابعد من هيك. شو بعد في انواع من الجلود؟ تتخيلي مثلا الجلد يلي هو من الفلين، هذا يمكن نقدر انه فلين نتخيل. فلين بعرف، وبعرف انه بالبرتغال كثير بيستعمل 100% لانه البرتغال اصلا مضبوط، لانه اصلا البرتغال هو اول منتج للفلين بالعالم، وبنعرف نحن انه الفلين هو من شجره يلي هي سنديان فلين، يعني من عائله السنديان، وهالماده هيدي يلي كمان ماده حلوه وعندها مسام خاص كثير فيها. الحلو انه بهالطريقه بتكوني عم تاخذي الفلين بدون ما تقصي شجره، لانه بتعرفي انه بتقدري تشيلي القشر وشور الفلين الطبقات يلي بتنمى على الشجره شوي شوي وتستعمليها لحتى تحصلي على هالجلد. الشاي بيقدروا يعملوا منه كمان جلد مع اوراق الشاي ممكن انه نعمل منها جلد، مش الوراق، هي كمان نوع من التكنولوجيا يلي قدروا انه يعملوها، وهو نوع من الشاي يلي بسموه كومبوشا. كومبوشا هو نوع من الشاي يلي كمان بطريقة كيف تخميره للشاي، وقت اللي بتحطيه للشاي بقلب المي بيقدر انه يفرز، لانه في بعض البكتيريا كمان يلي موجودة فيه يعني بينموه، ومعه كمان بعض انواع البكتيريا عم نشوف هون بعض الاحذية اللي معمولة من هالجلد هيدا بتخمير مع هالبكتيريا يلي موجودة فيه بيطلع سلولوز على وجه المي وقت تكوني عم تعملي الشاي، وهالسلولوز هيدا اذا بيتاخد وبيتنشف بيقدر انه تحصلي على صفائح كثير صلبه، كمان صلبه مش سلبه، من الجلد، جلد الشاي يلي هو مثل ما شفنا بينعمل كمان وبينشد لحتى ينعمل احذيه، جزادين، كل هالاشياء هيدي. نوع من الجلد يلي كمان البرازيل مشهوره فيه هو جلد يلي بنسميه جلد هيفيا. هيفيا هي نوع من الاشجار يلي موجوده هون عم نشوف الاناناس، هدول الفايبرز او الياف الاناناس يلي عم نشوفها. كمان الهيفيا هي نوع من الاشجار يلي موجود بالبرازيل. هالاشجار هيدي بتعطي لاتكس، بتعطي نوع من الكاوتشوك يلي كمان بيقدروا انه ياخذوه ومنه يعملوا جلد. واخيرا عم نشوف صوره حلوه كثير من جلد الالج او الطحالب يلي كنا شفنا بعض الصور منها قبل شوي، ويلي بتنعمل باشكال حلوه كثير لانه الطحالب يلي بيستعملوها هي كثير رقيقه، وبيقدروا على الليزر يقصوها لحتى يحصلوا على اشكال كثير. هيدا الجلدين عم نشوفه مثلا بنحس انه من المادة تبعوله لاتكس يعني شوي هيك قاسية، وهي من جلود الهيفيا هالشجرة يلي موجودة بالبرازيل ولا يلي بيستخرجوا منها مادة اللاتكس. هذا الشيء يتطور نقدر نستعمله بكل شيء؟ هلا انه يعني بياخد وقت، بده كتير مجهود، يعني بعدنا منروح على الاشياء الثانيه اللي معودين عليها واللي هي مضره اذا بدك بكثير من الامور. يعني هو حديثا صار كثير الاهتمام بهالمواد هيدي غاده، لانه صرنا كثير واعيين للخطر يلي عم بيصير من وراء هالصناعات هيدي. كمان في كثير انواع ثانيه من الجلد ما ذكرتها، في كثير محاولات للجلد من قشر التفاح مثلا، من قشر الموز كمان، كلها هالمواد هيدي اللي بتقدر انه تاخذي منها الياف فايبرز، هي اللي بتقدري يعني كل شيء نباتي فيه الياف بيقدر انه يعطيكي هالالياف هيدي او ماده السلولوز بيقدروا انه يعملوا منها ماده نقدر نسميها جلد نباتي. ميرسي كندا، خليكم معنا مشاهدينا، رح ننتقل لحتى نكون مع